وللمزيد حول هذه الجريمة التي طالت الناشط والتربوي علي الدعوس، ينضم إلينا رئيس دائرة الإعلام والثقافة في إصلاح عدن الأستاذ خالد حيدان. أستاذ خالد، بمثل هؤلاء الناشطين الذين تصدوا لميليشيا الإرهاب الحوثية وحرروا عدن، هل كان تحريرهم عدن يعني حتى يسلموها لميليشيا الفوضى التي اغتالتهم وتطاردهم وتشردهم والتي ارتكبت اليوم جريمة نكراء بحق الناشط التربوي علي الدعوسي؟ هل حرروها حتى تتسلمها ميليشيا أخرى أكثر وحشية وهمجية؟ هذا السؤال يجب أن يوجه اليوم إلى رئاسة الجمهورية ممثلة برئيس الجمهورية مباشرة ونائبه. هذا السؤال يجب أن يوجه اليوم إلى سعادة رئيس الحكومة ووزرائه. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى قيادة التحالف العربي. ما الذي يحدث اليوم في عدن؟ لماذا دماء أبناء عدن اليوم؟ أولئك الذين حملوا السلاح وهم أبرياء وهم بسطاء وهم مدنيون، حملوا السلاح ليدافع عن هذه المدينة لأجل أن ينتصروا لشرعية الدولة ضد الانقلاب. أولئك الذين لم تستطع قوات الحوثي وميليشيات الانقلاب أن تمسهم بسوء، للأسف الشديد اليوم يجدهم تراق دماؤهم أمام أطفالهم داخل عدن أمام بيوتهم. ما حدث بالأمس جريمة نكراء تضاف إلى مسلسل من الجرائم لم تمس فقط التجمع اليومي للإصلاح. اليوم ما يحدث في عدن ليس فقط المتضرر فيه التجمع اليومي للإصلاح، وإن كان الأكثر تضررا من بين الأحزاب السياسية والمكونات السياسية، لكن ما يحدث اليوم في عدن هو انتهاك لدماء كل أبناء عدن. قتل الأطفال، قتل الأبرياء، قتل المقاومون، قتل أئمة المساجد، قتلت قيادات عسكرية. وللأسف الشديد لا نجد هناك وضوحا ما الذي يحدث. لا حكومة تضع بدانها ولا ولماذا الإصلاح على وجه التحديد، ولا رئاسة حكومة تضع بيانها، ولا مكونات سياسية تضع بيانها. إذا استمر الحال بهذه المدينة إلى ما يحدث فيها اليوم، فإن هذه المدينة لا شك أنها ستذهب إلى صراع دموي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى عقباه. لماذا الإصلاح تحديدا؟ لماذا كوادر الإصلاح يتم إما أن يتم اختطافهم أو تشريدهم أو اغتيالهم؟ يا سيدي، هذه مسألة لم تعد اليوم خافية على أحد أبدا، أن هناك طرف في التحالف العربي يرفض اليوم الحوار مع التجمع اليوم للإصلاح. هناك طرف في التحالف العربي اليوم لا يريد أن يتقارب مع التجمع اليوم للإصلاح. هناك طرف اليوم يؤلد ميليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، خارجة عن شرعية الرئيس، خارجة تسير سيرا مع الإنقلابيين. هذه اليوم، هذه المكونات اليوم تسلط على أفراد وقيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح. غرهم في ذلك أن التجمع اليمني للإصلاح في المناطق المحررة لا يريد إلا السلام لهذه المدن، لا يريد إلا الاستقرار، لا يريد إلا حضور الدولة، يريد أن الدولة تقوم بواجبها، يريد أن التحالف الذي اليوم يتحكم بالمناطق اللي يؤمن المناطق المحررة، يجب أن يقوم التحالف اليوم بدوره، يجب أن تقوم الدولة اليوم بدورها. السكوت في مثل هذه الجرائم التي تحدث اليوم يوما بعد آخر يغري القتلة أن يستمروا في فعلهم يوما بعد آخر. في الوقت الذي يتجول فيه القتلة ويصعدون على منابر إعلامية معروفة للتحريض ضد الإصلاح، ما مصير كل تلك الجرائم والاغتيالات التي طالت قيادات وكوادر الإصلاح خلال الفترة؟ هل هناك من عمل حقوقي؟ هل هناك من ملفات حتى إذا فشلت المحاكم الوطنية في تقديم هؤلاء المجرمين، هل هناك من عمل لتقديم هؤلاء إلى المحاكم الدولية، محكمة الجناية الدولية وغيرها؟ اليوم أولا هناك دورا يجب أن تقوم به رئاسة الجمهورية. لماذا السكوت خلال 3 سنوات عن جرائم تحدث اليوم في شوارع عدن وفشل ذريع للأجهزة للمكونات الأمنية ووجود وتسلط ميليشيات مسلحة داخل هذه المدينة؟ لماذا لا يكون هناك قرارات واضحة من قبل رئاسة الجمهورية ومن قبل حكومة الشرعية؟ الأمر الآخر أن تجمع اليوم الإصلاح إذا عجزت الدولة اليوم على أن تحميه وأن تنتصف له، فإنه لا شك أن تجمع اليوم الإصلاح اليوم سيتقدم إلى كل مكون حقوقي قانوني
يطالب بالحفاظ وبحماية أفراده وكوادره من عمليات الاستئصال التي تحدث اليوم في هذه المدن.